طيار المستقبل، طيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي. تحية طيبة، صياما مقبولا وإفطارا شهيا، أهلا بكم إلى المسائية من تلفزيون المستقبل. نبدأ بالعناوين مع هنادي زيدا. مساء الخير محمد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، وإلى عناوين المسائية. الانفجار بس ما طلع قوي، يعني مثل كأنه شيء داخل ضغط. تواصل التحقيقات لمعرفة خلفيات انفجار داري الشوف. مين منه يصير في حكومة؟ مؤشرات ترجح ولادة الحكومة بعد عطلة العيد، وجنبلاط يتحدث عن خيارات جديدة مثمنا مبادرة الحريري. الله أكبر. الجيش الحر يتقدم داخل مطار منق العسكري، والائتلاف السوري يتهم النظام بقصف ريف دمشق بالكيماوي. كل المؤشرات ترجح أن تبصر الحكومة الجديدة النور بعد عطلة عيد الفطر. المؤشر الأول جاء في خطاب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في عيد الجيش، الذي أكد فيه أننا لن نقبع في دوامة الانتظار طويلا قبل الشروع في تشكيل حكومة. أما المؤشر الثاني فجاء في الكلمة التي وجهها الرئيس سعد الحريري منذ يومين للبنانيين، وطرح فيها على حزب الله معادلة تقوم على مبدأ الخروج سويا من الحكومة. المؤشر الثالث جاء هذا النهار من رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جملاط، والذي تمن مبادرة الرئيس الحريري ولوح باللجوء إلى خيارات جديدة في ملف الحكومة. محمد، نبدأ من داريا، حيث تتواصل التحقيقات لمعرفة خلفيات الانفجار الذي وقع في البلدة، وقد عبر الأهالي عن استيائهم للاتهامات التي انهالت عليهم منذ وقوع الحادثة. تقرير ربيع شنطف. نحن أمام منزل الشيخ عبد اللطيف الدخاخني الذي حصل فيه التفجير، وهذا هو المنزل والمدخل تحديدا. لا تبدو أثار التفجير في الخارج، ولكن التفجير حصل داخل المنزل، وهو تفجير محدود أدى إلى مقتل الشقيقين الدخاخني. في الداخل آثار الانفجار واضحة، ودماء على الجدران مع قسطل محشو بالبارود بمقدار 2 إنش، فيما نفت مصادر لتلفزيون المستقبل ما ورد عن وجود حوالي 20 عبوة معدة للتفجير، مشيرة إلى أنه جرى استخدام وسائل بدائية لإعداد متفجرات. نحن من الإعلام عرفنا أنه في بالبيت هيك، حسب ما بيقولوا الإعلام يعني. أنت كتير قريب، ما سمعت الانفجار؟ أنا قريب، مع أنه انفجار بس ما طلع قوي، يعني مثل كأنه شيء داخل ضغط. بيقولوا ضبطوا آليات عسكرية وضبطوا متفجرات وما بعرف شو، والصوت ما سمعناه لهون من الانفجار اللي طلع. غرفة ما فيها شظايا، ما فيها ازاز مكسور، شو هالانفجار اللي ما في عندك ازاز بالغرفة مكسور؟ مخزن اسلحة، وين مخزن الاسلحة؟ وين غرفة العمليات؟ حيعملوها بعد منطقة هون من تنظيم القاعدة يقولوا لك. القوى السياسية الأساسية التيار المستقبل والحزب الاشتراكي والجماعة الإسلامية وحتى أئمة بلدة داري أصدروا بيان بالبارحة أدانوا في ما حصل. هناك البعض من يريد أن يجرم أهل إقليم الخروب والطائفة السنية بشكل المباشر، يعني هكذا نوع من عمليات متفجرات أو عمليات تفجيرية هي مدانة بكل المعايير، ولكن تشبيهها بما حصل مع ميشيل سماعة هذا أمر يعني لا يمكن الجمع فيه، لأنه بما حصل مع ميشيل سماعة هناك كان إرهاب دولي. تجدر الإشارة إلى أن الشيخ المصري أحمد الدخاخني، وهو والد القتيلين عبد اللطيف ومحمد، لا يزال رهن التحقيق الذي تتولاه مخابرات الجيش بتكليف من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، كما أن الدخاخني يقطن في داريا وليس كما أشيع إمام البلدة، إذ أن الشيخ أحمد بصبوص يتولى هذه المهمة، كما أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو. الجمود في الملف الحكومي كان مدار بحث في الأروقة السياسية. مصادر تؤكد أن وضع البلاد لم يعد يحتمل، وهو يتطلب تضحيات من الجميع في سبيل المصلحة الوطنية. حصيلة الاتصالات والمشاورات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية حضرت في القصر الجمهوري من خلال لقاء الرئيس ميشيل سليمان مع الرئيس المكلف تمام سلام. وخلال اللقاء جرى التأكيد على أهمية تضافر الجهود وتقديم التضحيات والتنازلات من أجل حسم موضوع تشكيل حكومة تنال أكبر تأييد شعبي وسياسي.
مصادر الرئيس سلام أكدت أن الاتصالات لتشكيل الحكومة ستنشط بعد عطلة العيد بعدما بلغت حد النضوج، مشيرة إلى تلفزيون المستقبل إلى أن وضع البلاد لم يعد يحتمل، وهو يتطلب تضحيات من الجميع في سبيل المصلحة الوطنية. الملف الحكومي وتشعباته، رأى فيه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط واقع مأزوم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، لسيما مع تمدد الفراغ إلى أكثر من موقع. وثمن جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة الأنباء مبادرة الرئيس سعد الحريري وإعلانه القبول بالحوار مع أو من دون حكومة للبحث بهدوء في القضايا الخلافية وأبرزها الخطة الدفاعية. وذكر جنبلاط بأن الرئيس المكلف تمام سلام وضع نفسه كضمانة سياسية وشخصية في حال استقالة مجموعة من الوزراء لدى طرح صيغة التلتمنات التي كانت صيغة ملائمة وربما الأمثل لإشراك وتمثيل كل الأطراف دون إعطاء أي منها حق التعطيل. يوم الجمعة أطلق الرئيس سعد الحريري مبادرة شعارها التضحية، لها أن تنقذ البلد وتجمع أطرافه المتباعدة مرة جديدة. فما رأي الشارع اللبناني؟ نحن مستعدين نضحي وما نشارك بالحكومة، ضحوا أنتوا مرة واحدة. هكذا دعا الرئيس سعد الحريري الطرف الآخر وتحديدا حزب الله لإنقاذ البلد في المرحلة المقبلة. إذن هي حكومة خالية من المشاحنات الحزبية أو هذا ما طالب به؟ وللشارع اللبناني رأي في هذه المبادرة. طرح مناسب بس بدك حدا يرد عليه للشيخ سعد، لأنه هون كل واحد عنا بالبلد بهمه مصلحته. منيح عمل مين منه يصير في حكومة؟ أكيد تكون وطنية وما تكون سياسية، كونوا من مكان بس أنه يألفوا حكومة وخلصوا على العالم بقى. كفاية العالم تعبين، يلتفقوا مع بعضهم ويعملوا حكومة. وحدها الأيام تبقى حدا فاصلا بين راحة المواطن اللبناني وصون أمنه ومستقبله والأطماع الحزبية بكراسي حكومة يبقى تشكيلها رهن برد الطرف الآخر على مبادرة صافية أطلقها الرئيس الحريري على من يستجيب. عند الحدود اللبنانية السورية الشرقية المشتركة جددت الطائرات المروحية السورية اليوم خرقها للسيادة اللبنانية، وشنت ظهرا غارة على خرب الداود. وفي الشمال أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن إغلاق مركز العريضة الحدودي ابتداء من اليوم وتحويل العمل إلى مركز العبودية. مركز العريضة الحدودي مع سوريا مرة جديدة تحت الأنظار. أغلق المعبر بشكل رسمي أمام العابرين لمدة لم تحدد. الأمن العام اللبناني الذي أعلن عن الخطوة عز السبب إلى أعطال في شبكة الإنترنت إثر تعرضه لأضرار لحقت به نتيجة قيام بعض المواطنين الذين هم موضوع ملاحقة قضائية بمهاجمة المركز الأحد ورشقه بالحجارة وبعثرة محتوياته. ووفق البيان الصادر عن المديرية العامة للأمن العام فإن حركة العبور والمعاملات تم تحويلها إلى مركز العبودية. ونبقى في العريضة حيث عثر عند الشاطئ على جثة السوري عبدالله مصللي الذي كان قتل الأحد على يد كتائب الأسد في مجرى النهر الكبير، والذي أثار مقتله احتجاجا بعدما أرشد عنصر أمني لبناني كتائب الأسد عليه. وقد حضرت عناصر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والدفاع المدني وعملت على انتشال الجثة. في بعلبك يواصل حزب الله إقامة حواجزه الأمنية ويقوم بعمليات تفتيش للسيارات والمارة على مرأى من الأجهزة الأمنية الرسمية، وأفيد عن حصول إشكال بين عناصر الحزب وأحد المواطنين من آل زعيتر، إضافة إلى حصول إشكالات أخرى استخدم فيها السلاح. هنأت السفيرة الأمريكية مورا كونيلي قائد الجيش العماد جون قهوجي على تمديد فترة ولايته، وأكدت بعد لقائه في اليرزي التزام بلادها تعزيز قدرات الجيش اللبناني كقوة الدفاع الشرعية الوحيدة للبنان. وأعربت كونيلي عن قلق الولايات المتحدة إزاء الوضع الأمني الحالي في لبنان، ودعت جميع الفرقاء إلى ممارسة ضبط النفس واحترام أمن لبنان واستقراره. تتابعون بعد الفاصل. الرئاسة المصرية تنفي وجود أي تسوية مع الأخوان المسلمين. وأحكام وصلت إلى المؤبد في قضية الانقلاب على نظام الحكم بتركيا.
المسائية مستمرة وإليكم تذكيرا بأبرز ما ورد فيها من أنباء. تواصل التحقيقات لمعرفة خلفيات انفجار داري الشوف، ومؤشرات ترجح ولادة الحكومة بعد عطلة العيد، وجملات يتحدث عن خيارات جديدة مثمنا مبادرة الحريف. أهلا بكم من جديد. ارتفع إلى أكثر من 80 عدد القتلى الذين سقطوا اليوم بنيران كتائب الأسد، قضى غالبيتهم جراء قصف بالمواد الكيماوية على ريف دمشق والبراميل المتفجرة على ريف إدلب. وفي المقابل أحرز الجيش الحر تقدما على جبهة حلب، وتحديدا في معركة السيطرة على مطار منق العسكري بريف حلب. يقود بشار الأسد حرب إبادة بحق الشعب السوري على مدار عامين ونصف العام من دون أي رادع، إذ استخدمت كتائبه أسلحة محرمة دوليا، فقد تعرضت مدينتا دوما وعدرا في ريف دمشق لقصف بغازات سامة ومواد كيماوية، إضافة إلى قصفهما بالمدفعية الثقيلة، ما تسبب بحالات اختناق طالت أكثر من 300 شخص بين السكان. بدوره ندد الائتلاف الوطني السوري بالعجز الدولي أمام استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي، داعيا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته المتعلقة برد قوي وجدي على النظام ووضع حد لجرائمه. وفي العاصمة قصفت المدفعية والدبابات الأسدية أحياء القابون وجوبر وبرزة تزامنا مع اشتباكات في حي برزة. هذا وتمكن الثوار من تدمير 3 دبابات وأسر عدد من قوات الأسد خلال المعارك الدائرة في مطار منق العسكري بريف حلب. فيما أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة مقتل 18 شخصا في قصف بالبراميل المتفجرة على ريف إدلب. كتائب الأسد دكت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ أحياء حمص المحاصرة والرستن والحميدية وباب هود وباب التركمان، وبساتين تدمر بالتزامن مع مواجهات عنيفة. دانت منظمة هيومن رايتس ووتش استخدام النظام السوري صواريخ باليستية أطلقت بين شباط وتموز الماضيين على مناطق السكنية، وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص بينهم 100 طفل. المنظمة ذكرت أن تكرار استعمال الصواريخ الباليستية في المناطق السكنية تدفع إلى الاعتقاد بقوة أن الجيش يستخدم طوعا تقنيات حرب لا يمكنها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ما يشكل انتهاكا خطيرا للحق الإنساني الدولي. نفت الرئاسة المصرية وجود أي تسوية مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعدما قال مصدر عسكري بارز إن الجيش والحكومة سيعرضان مبادرة لحل الأزمة الراهنة تقضي بالإفراج عن بعض القيادات الإخوانية وفك تجميد أصول الجماعة ومنحها 3 مناصب وزارية. وفيما يواصل الوفد العربي والغربي الموجود في القاهرة محادثاته مع المسؤولين المصريين في مسعى لاحتواء الأزمة، نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مسيرة في وسط القاهرة مطالبين بإعادته إلى منصبه، ومرددين هتافات تندد بالقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي. حكمت محكمة تركية بالسجن مدى الحياة على رئيس الأركان المتقاعد إلكر باشبوغ وضباط سابقين لدورهم في مؤامرة كانت تهدف للإطاحة بحكومة رجب طيب أردوغان. كما قضت المحكمة بالإفراج عن 21 متهما بعد إسقاط التهم عنهم في هذه القضية التي يحاكم فيها 270 شخصا بينهم ضباط ومحامون وأكاديميون وصحفيون. وفي النشرة بعد الفاصل، وزير الصحة يتعاقد مع أطباء من لون سياسي ومذهبي واحد. الكهرباء تعود إلى طبيعتها في الحمرة وعائشة بكار خلال ساعات. أهلا بكم من جديد. فضيحة جديدة من فضائح حكومة تصريف الأعمال، بطلها هذه المرة وزير الصحة العامة علي حسن خليل الذي أقدم على إجراء تعاقد مع أطباء صحة غالبيتهم من لون سياسي معين بصفة مراقبين على ملفات المرضى في المستشفيات التي تتعاقد معها الوزارة.
في 10 حزيران الماضي وقع وزير الصحة علي حسن خليل قرارا يحمل الرقم 898 على 1، جاء ممهورا أيضا بصبغة طائفية من لون مذهبي معين. فالوزير تعاقد مع 28 طبيبا بصفة مراقبين على ملفات المرضى في المستشفيات التي تتعاقد معها وزارة الصحة، 21 من هؤلاء من لون مذهبي واحد. أما من توقع من الأطباء المنتمين إلى طوائف أخرى فقد عين الوزير 3 منهم محسوبين على الرئيس نجيب ميقاتي، وثلاثة آخرين محسوبين على رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنجية. أما أكثرية المتعاقد معهم فهم بنسبة 99% ينتمون إلى حركة أمل، ومنهم الدكتور محمد داغر الذي يشغل منصب مستشار وزير الصحة، وفي الوقت ذاته هو عضو في المجلس التنفيذي لحركة أمل. وبموجب هذا القرار المخالف سيكون راتب كل طبيب تم التعاقد معه 2,000,000 ليرة شهريا مع دوام من يومي لا يتجاوز الساعتين. خلال ساعات ستعود التغذية بالتيار الكهربائي إلى حالتها العادية في الحمرة وعائشة بكار التي كانت تعاني من عطل تقني في الشبكة. بعد أشهر من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في شوارع متعددة بين الحمرة وعائشة بكار، وبعد أسابيع من تحرك الشركة المتعهدة لبدء العمل، جال النائب عن بيروت محمد قباني متفقدا الأشغال للمرة الثانية خلال أسبوع واحد. الورشة بعد مراجعة بلشت الأسبوع الماضي ووقفوها مع الأسف اليوم شرطة السير. هلأ وعدونا رجعوا يشتغلوا، وعدونا أنه بكرة مساء بالليل بيكونوا خالصين ومشغلين الكابل، وإن شاء الله قبل العيد بيكون خالص الشغل، وبالتالي بترجع الكهرباء. الورشة التي تسببت بازدحام خانق على طريق سبيرز شرفت على الانتهاء، وهي مسألة ساعات قبل عودة التيار الكهربائي وفتح الطريق أمام العابرين. برعاية السيدة نازك رفيق الحريري أقامت جمعية نساء المستقبل حفل إحياء ليلة القدر، وتم خلاله إهداء آيات من الذكر الحكيم إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأرواح رفاقه الأبرار. هي ليلة القدر خير من 1,000 شهر أضاءت بأنوارها ووجهها الإيماني قلب وليل العاصمة بيروت حتى مطلع الفجر. ففي جوار مسجد محمد الأمين هدية رمضانية نبيلة أقامتها جمعية نساء المستقبل برعاية السيدة نازك رفيق الحريري، أرادت من خلالها وكما في كل عام أن تهدي آيات من الذكر الحكيم إلى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وأرواح رفاقه الأبرار. حضر الأمسية حشد من محبي الرئيس الشهيد، تقدمهم مدير مكتب مساعدات الرئيس الشهيد عصام عرقجي، ورئيسة جمعية نساء المستقبل ليلى فليف للترك، ومدير العلاقات العامة في مكتب الرئيس الشهيد عدنان فكهاني، وحشد من نساء المستقبل. تلاوة عطرة ألقاها المقرئ الشيخ خالد سليم يموت وفرقته بأصواتهم العذبة، فعبقت بالمكان تسابيح وأدعية مطالبة بكشف الحقيقة. قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار إن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب سيكون له انعكاسات سلبية على اللبنانيين بشكل مباشر. وأكد الحجار أن الحكومة الحيادية تملك القدرة على معالجة الملفات الأمنية والحياتية والمعيشية. الحجار كان يتحدث ممثلا الرئيس سعد الحريري خلال إفطار رمضاني أقامه النادي الثقافي الاجتماعي في شحيم بحضور أمين شعبان ممثلا النائب وليد جنبلاط وفعاليات حزبية واجتماعية. الحملة على رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان جراء خطابه الأخير في عيد الجيش، إضافة إلى جانب من تكريم النائب بهية الحريري للعماد جون قهوجي، هو ما يتناوله الزميل نديم قطيش في DNA مباشرة بعد هذه النشرة. مساء الخير نديم. مساء الخير محمد، ومساء الخير لهنادي أيضا. واضح أنه الحماس شن هذه الحملة على فخامة رئيس الجمهورية بعد خطاب الأول من آب عم توقع الفريق المتحمس بكمية من التناقضات والقراءات المتضاربة لوقائع الأمور مثل العادي، رح نشوفها بDNA بعد شوي. وتفاصيل هذه الحلقة من DNA مباشرة إذن بعد التذكير بعناوين المساء. الانفجار بس ما طلع قوي، يعني مثل كأنه شيء داخل ضغط منه. تواصل التحقيقات لمعرفة خلفيات انفجار دري شو منه يصير في حكومة، ومؤشرات ترجح ولادة الحكومة بعد عطلة العيد، جنبلاط يتحدث عن خيارات جديدة مثمنا مبادرة الحريري. الله أكبر.
الجيش الحر يتقدم داخل مطار منج العسكري. الائتلاف السوري يتهم النظام بقصف ريف دمشق بالكيماوي. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. نحن تيار المستقبل، تيار وطني، مدني، ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي.